مرحبا طلاب، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. معكم استاذ حسين، واليوم جينا بفيديو جديد. وهذا الفيديو هو عبارة عن تيست بالريكتلينير موشن بالفيزيكس، اكيد للصف العاشر. وبهذا الفيديو حنعمل شغلة حلوة هالمرة. حاطلب منكم تعملوا سكرين شوت هلا، وهذا السؤال هو عبارة عن تيست لكم لتشوفوا حالكم بالريكتلينير موشن كيف المستوى وكيف صرته. وحاطلب منكم تعايروا 40 دقيقة من بعد ما تاخدوا السكرين شوت وتبلشوا حل بهذا السؤال. بس تخلصوا اعملوا بوز لهذا الفيديو، وبس تخلصوا الحل الامتحان ارجعوا لهذا الفيديو لحتى تشوفوا حالكم كيف عملتوا وقديش بتاخدوا علامة لحتى تقيموا نفسكم قبل ما تروحوا على امتحاناتكم. فخلينا نبلش بحل هذا السؤال، فتابعونا. بهذا الاكسرسايز الهدف الأساسي إنه نحن نعمل دراسة للموشن لبارتيكل عم تتحرك على باث. فهذا الباث في عندي مقسم لثلاث أقسام، أكيد مثل ما شفتوا من بعد ما حليته. أول قسم حيكون عند الجي 0 لعند الجي 7، ثاني قسم عم بيكون انكلاين من عند الجي 7 لعند الـ A، وثالث قسم عم بيكون من الـ A لعند النقطة B. في كل قسم من الأقسام في طريقة طرح للأسئلة مختلفة عن القسم اللي بعده. فبأول بارت من السؤال عم بيقول لي الموشن من عند الجي 0 لعند الجي 7. هيدي الموشن مثل أول درس ميكانكس، درس الديسكريبشن أوف موشن، بنلاحظ انه عندي نقاط لل recordings عم بيكونوا على equal intervals of time، يلي هي قيمتها تاو و 50 ملي سكند. وعطيني given انه هيدي الرسمة not to scale، يعني انا مش مرسومة، مش رسمها بسكيل حقيقي، يعني ما بحمل المسطرة وبقعد بقيسها، ولكن عطاني given مثل ما شايفين قدامكم الـ values تاعت كل recording والrecording اللي بعدها، يعني المسافة بين كل نقطة والنقطة اللي بعدها، يلي هي مثل ما شايفين مثلا من جي 0 لجي 1 عندي ربع سنتي، من جي 1 لجي 2 عندي ثلاثة أرباع سنتي، إلى آخره، إلى عند جي 7 لجي 6 جي 7. فبلش بأول part من السؤال، عم بيقول لي what is the type of trajectory؟ فلما بيسألني عن type of trajectory بيكون قاصد هو إذا مثلا هل هي rectilinear, curvilinear, circular، وهن types اللي نحن مسؤولين عنهم. فبما أنه هودي points collinear، يعني أو فينا نقول كمان أنه موجودين على نفس straight line، ساعتها فينا نقول أنه trajectory شو rectilinear trajectory. أكيد ليش؟ لأنه نحن we are moving on a straight line أو on a horizontal path. هيدا أول بارت من السؤال. هلا ليكو شو؟ هلا بالنسبة للعلامات حقسم العلامات بس نخلص كل بارت، أوكي، أو تخلص كل سلايد قدامي، فبقلكن قديش كل سؤال عليه علامات. تاني بارت من السؤال عم بيقول لي determine the average speed between G0 and G7. قاعدة الـ average speed شو بتقول؟ بتقول إنه هي عبارة عن الـ distance على الـ duration بين هيدول النقطتين. الدستنس من الجي 0 لعند الجي 7 اسمها جي 0 جي 7. طبعا هيدي دستنس، يعني انا بدي اشغل المنطق شوي، قديش المسافه بين هيدول النقطتين؟ بنشدد على انه جي 0 وجي 7 هن عباره عن نقاط موجودين على رسمه، مش انه مثلا اشياء ارقام بدي نقصهم من بعض او اضربهم ببعض، لا، هن نقاط على رسمه. فقديش المسافة بين الجي 0 والجي 7؟ كيف ممكن أنا شغل المنطق لأعرف قديش المسافة؟ يعني كيف أنا طلعت معي هيدا الرقم اللي حد اللي بالقاعدة فوق اللي هو 12 وربع؟ 12 وربع إجت من وين؟ إجت من إنه كل مسافة ورا التاني جمعتهم مع بعض، يعني الجي 0 والجي 1 هي ربع، من الجي 1 للجي 2 هي ثلاث أرباع. بنلاحظ إنه كل مرة عم بطلع من نقطة للنقطة اللي بعدها بمسافة given. فمن الجي 0 لعند الجي 7 هي عبارة عن جمع كل هيدول المسافات سوا. إذا بجمعهم كلهم سوا شوفوهم حيطلع معكم 12 سنتي وربع. 12 سنتي وربع، إذا أنا بدي أجيب الجواب بالـ SI بدي شو أعمل؟ بدي أضرب
ب 10 to the power minus 2 صار بالمتر. وبدي اقسم على 7 times 0.05. What is 0.05؟ إذا التاو 50 ملي سكند وبدي اجيبها بالسكند، شو بدي اعمل؟ بدي اضرب ب 10 to power minus 3 او اقسم على 1000 يعني. فإذا بقسم على 1000 حيطلع معي جواب 0.05. جواب الـ V average حيكون 0.35 meters per second. هذا بالنسبة لـ Part 2. Part 3 بيقول لي determine the instantaneous speeds at G1, G3, and G4, G6. فالـ instantaneous speed مثل ما نتذكر قاعدتها هي تقريبا بتساوي الـ average speed بين الـ 0 والـ 2. بنفس طريقة الـ average speed اللي فوق، ولكن هالمرة بين الصفر واثنين، يعني G0 G2. هذا المسافة من G0 لG2 مثل ما تلاحظوا هي ربع زائد ثلاثة ارباع، يعني بتطلع قديش؟ واحد. طبعا ضرب 10 to power minus 2 على 2 تاو يلي هي 0.05، الجواب بيطلع معي 0.1 meters per second. نفس الطريقة ونفس الميثود لل V3 يلي هي approximately equal النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها، يعني هون 2 بين 2 وبين 4، يعني G2 G4 على 2 تاو. بين G2 G4 هون بنلاحظ عندي 1 وربع و 1 و 3 ارباع، جمع بيطلع 3. نفس الطريقة بيعطيني جواب 0.3 meters per second. Similarly حنطلع ال V4 وال V6، حتطلع مع ال V4 0.4 وال V6 0.6. هذا بالنسبة ل Part 3. Part 4 عم بيقول لي determine the acceleration at G2 and G5. الاكسلريشن قاعدتها بتقول انه هي عبارة عن الفرق بين السبيدز او الفيلوسيتيز يعني بشكل عام بين النقطة اللي قبل والنقطة اللي بعد، ومقسومة على فرق التايم بيناتهم او الانستنس بيناتهم، يعني على الديوريشن. فالاكسلريشن على التو قاعدتها شو بتقول؟ approximately equal average acceleration بين ال 1 وال 3. ولما بقول average acceleration بين ال 1 وال 3 بقصد انا ال V final ناقص ال V initial بهيدي النوتيشن اللي قدام، يعني V3 ناقص شو V1 هذه بتكون بالقاعدة فوق، مقسومة على 3 تاو minus 1 تاو، أكيد هتطلع معي 2 تاو. نوت مهمة إنه أي شيء instantaneous إن كان speed أو acceleration دايما تحت هون حيطلع معي 2 تاو. أوكي، فحنحط الأجوبة بقيمتها 0.3 هي اللي جبناها من البارت اللي قبله، و 0.1 كمان من البارت اللي قبله، نقسمها على 2 ضرب 0.05 اللي هي بتمثل التاو هون، وحيطلع معي الجواب 2 meters per second square، ما ننسى اليونت. اما بالنسبه لل A5 فنفس الطريقه وحتعطيني مثل ما نلاحظ نفس الجواب. هذا شو بيعني؟ بيعني انه الاكسلريشن ما عم تتغير. نوصل هون للبارت اللي بعده. What is the type of motion or deduce the type of motion؟ شو التايب اوف موشن هون؟ التايب اوف موشن اكيد هون مثل بما انه acceleration عم تطلع معي constant ومنلاحظ السرعة عم بتزيد شوي شوي، هودي الشرطين مع بعض هن عبارة عن characteristics لأي motion، هن لل UARM uniformly accelerated rectilinear motion. فال type of motion is uniformly accelerated rectilinear motion. نوصل ل part 6. part 6 عم بيقول لي calculate the speed at G7. طيب إذا جينا رحنا على G7 وجينا ما نطبق القاعدة تاعت ال V1 وال V3 وال V4 وال V6، كيف ما نطبقها؟ مفروض حيطلع معي ساعتها G6 G8 قسمي شو 2 تاو، بس للأسف هون ما عندي شيء اسمه G8 فما حيمشي حالة لهاي القاعدة. ففي عندي طريقة تانية انه انا ساعتها اقول انه الاكسلريشن على ال 6 هي عبارة عن speed على 7 ناقص speed على 5 قسمي 2 تاو، فبدي اضطر انا اطلع speed على 5 وبعرف انه الاكسلريشن equal 2 وتطلع معي ال v على 7. بس انا كمان بقدر استعمل شيء ابسط من هيك بكتير، بما انه هلا قلت انه التايب هو UARM، في قواعد بال UARM بقدر استخدمها، ومن ضمنهم قاعدة ال v بتساوي AT plus V0. هيدي القاعدة موجودة أكيد بدرس الـ UARM. V بتساوي AT plus V0. كيف ممكن استخدمها أنا هاي؟ طلع الـ V هاي بتمثل الـ speed يلي على هيدي الـ time، على هيدي الـ instant يعني. Acceleration is constant. و T هي شو؟ حتكون الـ instant اللي أنا بدي أجيبها على speed مثل ما قلنا. والـ V0 is the initial speed، يعني أول speed بلشت منها هيدي الـ motion. إذا برجع بتطلع هون على الـ given كتب لي انه the particle g starts from شو؟ from rest،
What's the meaning of stars from rest? The meaning of stars from rest is that this V0 is equal to شو؟ To zero. So صار فيني أنا شو؟ استخدم هاي القاعدة وقول إنه ال V7 حتكون بتساوي A times T7 plus V0 which is zero. فال A is 2 وال V7 وال T7 هي عبارة عن التايم يلي وصلنا لوين على ال G7 يلي هي قديش؟ بعد كم تاو هون وصلنا له؟ بعد 7 تاو. فأنا هون محل T7 ححط 7 تاو وحط الفاليو بقيمتها وأكيد ال V0 equal شو؟ 0. الجواب حيطلع معي بالنهاية 0.7 meters per second. هيك بيكون انتهى أول بارت من الصور. تعالوا نشوف العلامات كيف بتتقسم على هيدا الصور. أول شيء بالنسبة للtype of trajectory طلعوا هون العلامات حنقسمها هون. عم بتكون type of trajectory عليها علامة طبعا نص علامة على كلمة rectilinear ونص علامة على كلمة straight line. ثاني بارت من السؤال average speed عليها علامة نص على القاعدة ونص على الجواب. فهلأ بلشوا حطوا علامات قدامكم على جوابتكم. ثالث بارت من السؤال عليه ثلاث علامات. حنحط علامة على القاعدة إنها تكون صح ونص على كل جواب إنه يكون صح. هرجع عيد علامة على القاعدة إنها تكون G0 G2 على 2 تاو هيك تكون بالضبط هيك ونص علامة على كل جواب يطلع ثلاث علامات. بالنسبة للبارت اللي بعده بيشبه البارت اللي قبله علامة كمان على قاعدة الأكسلريشن ونص علامة على كل جواب صح. أما بالنسبة للبارت 5 فحنحط عليه نص علامة، نص علامة إنك تعرف التايب يعني ربع علامة على التايب وربع حنعتبره على البرهنة. البرهنة إذا ما كتبته constant و speed increasing هود اثنين سوا ما بتاخدوا الربع. أوكي؟ أما آخر بارت فعليه علامة، هات لنحط نص علامة على القاعدة هاي ونص على الجواب. وإذا استخدمتوا طريقة تانية يلي هي مثل ما حكيناها باستخدام هيدي قاعدة الأكسلريشن إنه إذا قلتوا V7 minus V5 على 2 تاو كمان تعتبر صح وبتاخدوا العلامة كاملة. هذا بالنسبة لأول بارت. خلينا نروح على تاني بارت. بتاني بارت عم بيقول لي G reaches point G7 with a speed V7 equals 0.7 meters per second. ومثل ما بتلاحظوا هون إذا أنتم ما عرفتوا الجواب من قبل أوكي هيدا الجواب هي أعطيكم إياه هون يعني استخدموه بالسؤال اللي بعده مش توقفوا وما عادش تعرفوا تحلوا وبنفس الوقت بتتأكد إنه جوابك صح كان. أوكي it continues downward along the inclined plane G7A with a constant acceleration till it reaches point A with a speed VA equals 0.9 meter per second. شو صار هون؟ كانت 0.7 وصارت 0.9 وقال لي كمان انه constant acceleration وهيدا كله كان بوقت قديش 0.04 seconds واعطاني given السبيد الاولى السبيد الاخيره التايم واعطاني انه constant acceleration. هودي كلهم مفيدين جدا بالحل. هلا حنبلش باول بارت من السؤال specify the type of motion along G7A. فالtype of motion طبعا بده يسألني عنه حتى لو ما سألني عنه أنا لازم أعرفه كرمال أقدر جاوب وأطلع values بعدين. ليه؟ لأنه مجرد ما أعرف الtype of motion مثل ما شفته من البارت اللي قبل لاحظت أنه حنقدر نستعمل الرولز تقوله لحتى نطلع values. فهون عم بيقول لي what is the type of motion؟ شو رأيكم كان الtype of motion هون؟ أول شغلة acceleration هي constant وتاني شغلة speed شو صار فيها؟ increases من 0.7 ل 0.9 هذا شو بيعني؟ هذا بيعني characteristic لمين؟ لل UARM. UARM هي لما يكون constant acceleration و speed شو increases. اوكي؟ فالموشن type لإلها is UARM. اوكي؟ بينما لو speed decreases كانت UDRM ولو speed بقيت constant كانت URM. فانتبهوا كتير منيح ما إلها علاقة هاي إنه شو إنه نزلنا على incline ما إلها علاقة الباث التراجكتوري ما إله علاقة بشو بالtype of motion هو بس التراجكتوري إنه هو rectilinear هيدا بيخليني نحط حرف ال R uniformly accelerated rectilinear motion بس
بس ما بيخليني أعرف إذا هي UA أو UD أو URM. أوكي، فهون الأكسلريشن هي اللي بتحدد لي أكتر شيء. إذا الأكسلريشن كونستانت بدنا نطلع على السبيد، هل عم بتزيد ولا مش عم بتزيد، إذا عم تزيد أو عم تنقص يعني. إذا الأكسلريشن زيرو مباشرة فيني أقول أنا إنها URM. أوكي، بينما هون هي UARM، وبمجرد ما عرفنا إنه هي UARM صرنا قادرين نستخدم قواعد UARM. وأكيد حنستخدمها بالسؤال part 2 part 3. في part 2 عم بيقول لي determine the acceleration of this motion. So أكيد الأكسلريشن بقدر طلع من قاعدة من القواعد، وأكيد أي قاعدة حنستخدم بما إنه معنا ال v initial وال v final وال t، فبنستعمل نفس القاعدة اللي استعملناها بالبارت اللي قبله اللي هي v equal at plus v0. هون بدنا ننتبه كمان لموضوع إنه ال v0 مش 0 مثل البارت اللي قبله. ال V0 بنقصد فيها هي أول سبيد بلشنا فيها اللي هي قديش؟ هي ال V7 هون، هي 0.7 بلشنا الموشن، فحنحطها 0.7 محلها، أوكي؟ وال V final هون هي على T final على 0.04 second قيمتها كانت هي ال V وين؟ على ال A، ففينا نغير القاعدة ونحطها بهذا الشكل كرمال ننتبه لشو؟ لل values لما بدنا نعوضه. وهلا صار فينا نعوض كل شيء بقيمته، بيطلع معنا من الاكسلريشن بتساوي في اي، نجيب الفي 7 لهون صارت ناقص في 7، وكلياتهم حيرجعوا ينقسموا على تي، فالجواب حيطلع 5 متر بير سكند سكوير. اوكي، هيدي سكوير. هذا بالنسبه لبارت 2. بارت 3 فيريفاي ذات ذا ديستنس كفر باي ذا بارتيكل از هلات. فانا بدي اطلع ديستنس كفر، وقاعده الديستنس كفر حنستخدم اي قاعده من القاعدتين البقايا بهول الروتس. ففيكم تستخدموا v square minus v zero square أو بتساوي 2a distance، أو فيكم تستخدموا هذه القاعدة اللي هي 80 square over 2 plus v zero t plus x zero 80 square over 2 أو half 80 square، نفس الشيء. طيب لنطلع distance، عادة تعلمنا نحن شو نعمل، إنه نجيب x zero لهون، فبتصير x ناقص x zero اللي هي بتمثل distance. أوكي، شو بتساوي 80 square over 2 plus v zero اللي هون شيء v seven times t. كل الفاليوز معنا يوهون، صرنا قادرين نطلع الديستنس، بنعوض كل الفاليوز بايامون، وال5 هيدي اللي طلعناها من قبل، فبيطلع معنا الجواب 0.032 بالمترز. بس الجواب هو حاطيني اياه بالسنتيمتر. شو اللي لازم اعمل؟ لازم احول هيدا الجواب من متر لسنتيمتر لاتاكد انه جوابي صح. فمن المتر لسنتيمتر عاده شو بنعمل؟ بنضرب ب 100 او ب 10 to power 2. فيس بنحصل على 3.2 سنتيمترز، which is شو verified. اوكي، يعني هيدي نفس الجواب اللي هو عطيني اياه. هيك بيكون انتهى بارت بي. قبل ما نشوف علامات البارت بي خلينا نحل البارت سي او البارت الاخير من السؤال، اللي هو طريقه طرحه مهمه جدا اللي هي استخدام الجراف. ببارت الأخير عم بيقول لي وصلت الـ G على الـ point A وكفت على path لحتى وقفت بالنهاية على الـ point B. هيدا الجراف بيمثل لي السرعة as a function of شو؟ of time. speed. speed يعني عم بحكي أنا الـ positive value of the speed. so yes، مثل ما نلاحظ من عند الـ A لعند الـ C كان عندها شكل، ومن الـ C لعند الـ B عندها شكل تاني. هون بدنا ننتبه انه بس نشوف هيك سؤال، اول شغله معنا نرجع نتذكر اشكال الجرافس بدرسنا. اشكال الجرافس يعني بدنا نتذكر اشكال الجرافس تبع ال V وتبع ال X اكثر شيء، كيف بيكون شكلهم بال URM وبال UARM وبال UDRM. اول بارت صار فينا نجاوب عنه من بعد ما نتذكر اشكالهم، اذا نسين اشكالهم رجعوا شوفوهم للاشكال ورجعوا للفيديو، وإذا كنتوا حليتوهم وعرفتوهم بيكون كتير تمام. خلينا نشوف شو solution لقلهم. شو type of motion من عند ال A لعند ال C، ورجعنا من عند ال C لعند ال B. بنلاحظ من عند ال A لعند ال C شكل ال V بالنسبة ل T طالع parallel straight line to T axis. هيدا بيعني انه ال V شو constant. أو فينا نقول انه لما بتكون ال V parallel على T axis بالقاعدة شو بتقول أو درسنا شو بيقول؟ بيقول إنه هيدي الموشن بتكون U R M. فلما هيك منجاوب يعني the graph of V as a function of T is a straight line parallel to T axis, so the motion is شو U R M uniformly rectilinear motion. أما بالنسبة ل C لعند ال D
فهون بنلاحظ انه الجراف وديكريزينج ستريت لاين، ودرسنا بانه انه لما بتكون السبيد ديكريزينج ستريت لاين هذا بيعني انه الموشن بيكون يو دي ار ام، يعني السرعه عم بتخف وبشكل كونستنت يعني بشكل لينير. فلما بتخف السرعه بشكل لينير يعني الجراف تبع سبيد فيرسس تي از ستريت لاين ديكريزينج، سو ذا موشن از يونيفورملي ديسيلريتد ريكتيلينير موشن. هذا بالنسبة لأول part. ثاني part عم بيقول لي determine the acceleration from A to C then from C to B. فأول شيء أول part منا حيكون هو إنه لأنه عندي motion U R M هون فأكيد الـ acceleration zero. فبينا مباشرة نقول إنه الـ acceleration صفر لأنه U R M. فيكم كمان إذا كنت تاخدوا two points V ناقص V، ما V حتكون constant فحتصفر الـ V ناقص V ومعاش يطلع معنا acceleration. أما تاني motion فبما أنه أنا عندي graph of v versus t، القاعدة بتقلي أنه لما يكون عندي graph ل v versus t بتطلعوا slope لل straight line، وهذا slope بيكون هو قيمة ال acceleration. slope شو يعني؟ يعني أنا كأنه عم طلع y ناقص y على x ناقص x. فالنقطة اللي بدي بلش فيها بالأول بدي انتهي أو بدي بلش فيها تحت كمان. يعني هون شو قصدي؟ إذا بتلاحظوا هون الـ VB ناقص VC بلشت بالـ B، يعني تحت بدي بلش كمان بشو؟ بالـ B. الـ VB قيمتها شو؟ قيمتها 0، هي هون شو؟ بالنهاية. VC قيمتها مش 1، هيدا الـ 1 هون، تحت الـ 1 بشو؟ بـ 0.1، يعني قديش بتكون؟ 0.9. على TB، TB هي شو الـ value للـ time when على النقطة B اللي هو 0.2. ماينس تي سي يلي هي بالنص بين 0.1 و 0.2، يعني هيدي قيمتها قديش؟ 0.15. فاذا بقسمهم على بعض هيعطيني الجواب ماينس 18 متر بير سكند سكوير. اوكي، اما هلا فخلينا نجيب الديستنس كفرد باي جي فروم اي تو سي ذن فروم سي تو بي. فالديستنس لحتى نطلعها هون سمبلي باستخدام القواعد تبع اليو ار ام واليو دي ار ام. القاعدة الوحيدة باليو ار ام بتقول انه الاكس بتساوي في تي بلس اكس 0. اكس ايكوال في تي بلس اكس 0، انا بدي اجيب ديستنس، فبجيب الاكس 0 على الشمال بتعطيني شو الديستنس كفر، طالما نحن ماشيين بنفس الخط وما عم نغير دايركشنز اكيد. فالديستنس بتساوي في تايمز تي، ما ننتبه انه الفي هي بتساوي 0.9 والتي هي مش 0.2 ولا 0.1، هي من عند الـ A لعند الـ C أخذت وقت قداش؟ 0.15. فالجواب حيطلع معي 0.135 متر. أما بالنسبة من عند الـ C لعند الـ B، فهون بما أنها هي UDRM فيكن تستخدموا هيدي القاعدة، وفيكن تستخدموا القاعدة الـ Independent of Time اللي هي V square minus V zero square equal to A D. اما هاي القاعده اذا بدي استخدمها فكمان مثل ما عملت فوق، حجيب الاكس 0 على الشمال حتصير ديستنس وبتساوي يعني دي 2 حتساوي شو؟ اي تي سكوير اوفر 2 بلس في 0 تي. ما ننتبه كثير منيح بالطاوله، الاكسلريشن طلعت معي ماينس 18 من البارت اللي قبله. التي هي مش 0.2 ولا 0.1 ولا 0.15، هي التايم او الانستنت. هلا هنعتبر نحن هون كانه صار عندي نيو موشن، هنعتبر كانه هون صار تسفرت التايم لانه الموشن البدايه تاعتها من هون. فقديش اخذت وقت من هون لهون؟ هي هيدا التايم الصغير اللي هون، قديش قيمته هيدا التايم؟ من 0.15 لعند 0.2 قد ايه بيطلع هيدا؟ اذا بنقصهم من بعض حيطلع معي 0.05. فهيدي هي التي اللي بدي اعوضها هون، بدي اعوض التايم تعيد هيدي الموشن، مش كل التايم لكل الموشنز، لانه من كل الموشنز مش نفس الموشن. هون عندي يو ار ام وهون يو دي ار ام، فما بقدر اعمل هيك. شو اللي لازم اعمله؟ لازم اعوض التي بس من هيدي النقطة لهيدي النقطة اللي هي 0.05. وزائد في 0 تي، كمان الفي 0 قيمتها مش صفر، الفي 0 قيمتها هي اول سرعة بلشت فيها هيدي الموشن اللي هي كانت هون. قديش كانت قيمتها؟ كانت قيمتها 0.9. فمنعوضها ب 0.9 ضرب التي نفس التي اللي كنا عم نحكي عنها. الجواب النهائي حيطلع معي انه الديستنس بتساوي 0.0225 متر. فهذا بالنسبه لبارت 3.
أما البارت الفور والأخير فهون من طلع الأفريج سبيد أوف ذا هول تريب من أول نقطة من الجي زيرو، يعني من أول بارت لعند النقطة بي اللي هي لآخر بارت. كيف بتساوي أو شو بتساوي الأفريج سبيد؟ قاعدة الأفريج سبيد بكل بساطة هي توتال ديستنس على التوتال ديوريشن. التوتال ديستنس عندي إياها يعني كل المسافة اللي أنا قطعتها. شو يعني كل المسافة اللي أنا قطعتها؟ يعني المسافة بين الجي 0 والجي 7 يلي هي ببارت A أول بارت بلشنا فيه. نرجع عنكم المسافة من الجي 7 للجي للبوينت A يلي هي هيدي المسافة من البارت B، والمرجع عندنا المسافة من عند ال A لعند ال C يلي دي 1 هون، والمسافة من عند ال C لعند ال B يلي هي دي 2 هون. مقسومين على التوتال تايم. شو هو التوتال تايم؟ تايم تبع أول موشن كانت 7 تاو. تايم تاع التاني موشن جبتها من وين؟ جبتها من هيدا البارت 0.04 seconds، والتايم تاع التالت موشن شو هي؟ 0.2 seconds كالت تايم، أو simply فيكم تقولوا 0.15 زائد 0.05 رح تطلع 0.2. هلأ حعوض كل الـ values بأيامهم. من G0 لG7 طلعناها من البارت الأول يلي هي 12 سنتي وربع، أو منحولها لميترز مثل ما شايفين هون بقسمها على 100. ثاني بارت هو 3.2 سنتيمتر او بحولها لمترز، يعني هون لازم احول كل يا اما لسنتيمتر يا اما لمتر، بس انا حولت مباشره لمترز. ثالث ديستنس هي هلا بعدني مطلعها، ورابع ديستنس كمان هلا مطلعها. حطهم كل الفاليوز بايامهم وكل التي بايامهم وبقسمهم على بعض، الجواب حيطلع معي 0.523 متر بير سكند. هيك بيكون انتهى السؤال وانتهت المسابقة. هلأ خلينا نشوف العلامات الباقية. حنحط العلامات بهذا الشكل، حنحط علامة هون على type of motion بتاعت G7A. اوكي، يعني حيطلع عندكم نص علامة على البرهنة ونص على type انه يكون صح اللي هو URM. هون بنرجع بنحط علامة وثلاث ارباع. إذا حطيتوا القاعدة صح تاخدوا علامة، وثلاث ارباع علامة إذا حطيتوا جوابكم صح. وما تنسوا اليونت، في عليها ربع علامة هون. إذا ما كنتوا كاتبين اليونت منشيل ربع، أو إذا كنتوا كاتبين اليونت غلط بتشيل ربع، فانتبهوا وما تزعبروا، حطوا العلامة المزبوطة عشان نكون فير، وكمان ننتبه لأغلاطنا لبعدين. كمان البارت الثالث مثل البارت الثاني، علامة على القاعدة وثلاث ارباع على الجبل. اما بالنسبة لهيدا البارت فاول بارت منه عليه علامتين، علامة لكل موشن لكل تايب اوف موشن، نص على البرهنة ونص على الجواب. كمان علامتين، علامة للاكسلريشن بكل موشن، كمان نص على البرهنة لانه طالب مني ديتيرمين، ونص على الجواب يلي هو هون مثلا تقولوا يو ار ام وطاعته جواب انه 0، هون تقولوا انه هي سلوب وطاعته جواب انه ناقص 18 متر بير سكند سكوير. طبعا هون كمان علامتين، علامة على كل ديستنس. نرجع لهون، يعني عندكم القاعدة نص جواب نص، قاعدة نص جواب نص، صاروا علامتين. اما اخر بارت فعليه حطينا علامة اللي هو نص على القاعدة انها تنكتب بهيدي الطريقة، مش بس ديستنس على تايم، يعني تاخدوا ربع علامة على distance على time، ربع على تحطوا الأرقام مثل ما حطيناهم أو الـ expression مثل ما حطيناهم، ونص على الجواب النهائي. هيك بيكونوا مجموع العلامات بيطلعوا 20 علامة. اكتبوا لنا بالكومنتس قديش أخدتوا على هيدي التست إذا عملتوها طبعا، وإن شاء الله تكونوا أخدتوا علامة منيحة. وإذا حبيتوا هيدي الفكرة خبروني كمان بالكومنتس لنعمل مثلها بعدين، ونحضركم إن شاء الله لامتحانات الجاي. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا بهذا الفيديو، وإلى اللقاء أكيد بالفيديوهات الجاية.